بداية قبل أن نبدأ أحب أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع وسائل الإعلام على ما تقوم وما تبذله من جهود في سبيل إبراز هذا العرس الديمقراطي. لقد تقدمت اليوم بأوراق ترشحي لمجلس 2022 مثلاً عن الدائرة الرابعة تحت شعار وطن يستحق، ونتمنى لجميع من يطمح إلى خدمة المواطنين والوطن، نتمنى لهم التوفيق والسداد. حقيقة احنا بداية لابد ان نرجع ونشير الى الكلمة السامية والتوجه من القيادة السياسية على رأسها صاحب السمو حفظه الله وسمو ولي العهد بحسن الاختيار. لقد رمى الكرة في ملعب الناخب، يجب على الناخب ان يختار الرجل الذي يمثله بشكل صحيح، رجل أو امرأة، يختار ناخب وناخبة يمثله بشكل صحيح في هذا المجلس، لأن هذا المجلس مجلس مختلف ويعتبر بداية عهد جديد. احنا عارفين في السابق كانت الأمور معكوسة وكان القرار مختطف قرار مجلس الأمة، لكن لله الحمد في هذا الوقت أرجع القرار إلى الناخبين، فيجب عليهم في هذا الوقت أن يستغلوا هذه الفرصة لأنها فرصة بداية العمل وبداية العهد، ويختار الرجل ويختار الناخب المرشح العفو ويختار المرشح الذي يوصل معاناته ومشاكله وقوانينه إلى حيز التنفيذ. حقيقة احنا استبشرنا خير بوجود سمو رئيس مجلس الوزراء على دفة رئاسة مجلس الوزراء الحكومة، وكان اعتقادنا في مكانه. لقد بدأ في انتخابات او الترشح عن طريق البطاقة المدنية، وهذا لله الحمد يقضي على العبث والتزوير في العملية الانتخابية. ففي الوقت الحاضر فعلا الشخص اللي ساكن في المنطقة هو الذي يختار مرشحة لهذه المنطقة، عكس السابق اللي كانت الأمور معكوسة. الشيء الآخر واللي أثبت كذلك حيادية الحكومة هي أن ابتعدت عن الاستفاف لأي جهة، وتركت حتى في الانتخابات الجاية تركت الرأي للمرشح. الشيء المهم في هذا الوقت نتمنى من الحكومة استكمال وسائلها الإصلاحية بالإفراج أو باستكمال العفو عن إخواننا المهجرين بالخارج حتى تكتمل الفرحة ويكونوا معانا في هذا العرس الديمقراطي. هذه بعض الأمور، لكن في مقابل ذلك نحن نحتاج من الحكومة، صحيح أننا مدحناها، لكن نحتاج من الحكومة أمام مجلس الأمة بأن يكون عندها برنامج عمل حكومة واضح، برنامج عمل حكومة واضح ومحدد بمدة زمنية واضحة لمدة 4 سنوات. راح نكون العين المراقبة لهذا المجلس، وراح نكون مراقبين للحكومة بالإضافة للتشريع، راح يكون رقابة شديدة للحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي. هذه بعض الأمور. الشيء الآخر
طبعا سمحتوا لي ما احب اطيل عليكم كثير، لكن احب اتكلم عن بعض اولوياتي التي ساسعى الى تنفيذها ان شاء الله في حال وصولي الى مجلس الامه. الشيء الاول وهذا شيء ثابت ان عدم المساس بالثوابت الشرعيه، وهذا خط احمر. الشيء الاخر عدم المساس بجيب المواطن، عدم المساس بجيب المواطن، وأي ترتيبات أمنية على الحكومة من الآن أن تبحث عن موارد أخرى. لا يمس جيب المواطن، وهذه نؤكد عليها أكثر من مرة. الشيء الآخر يجب أن نحل قضية إخواننا الكويتيين البدون. لا يمكن أن تستمر هذه القضية لمدة عشرات السنين. قضايا من 52 إلى الآن لم تحل. أنشئ الجهاز المركزي، أنشئ الجهاز المركزي لمساعدة أو في لحل هذه المشكلة، لكن مع الأسف الجهاز المركزي مدد له خمس سنوات، لكن لم نلقى الحل. يجب أن تحل هذه المشكلة وتحل معاناة أخواننا البدون. لا يمكن أتركهم بهذه الحالة، لا يمكن، يجب أن يكون لا حل. لا يمكن تترك المشكلة تحل نفسها، لا يمكن. اللجنة المركزية غير قادرة على الحل، تبتعد وتترك المجال لجهة أخرى لحل هذه المشكلة. سأكون من المتابعين الشديدين للجنة المركزية وكيف ووضع حلول لهذه المشكلة. الشيء الآخر، هنالك مشاريع وضعت في الثلاجة صارها يمكن أكثر من 20 سنة لم تحل، والسبايب المشاكل بين المجلس والمشاكل بين الحكومة. لله الحمد إن شاء الله راح يكون في تعاون بناء وتطرح هذه المشاكل. مشاكل إسكان، مشاكل مزمنة صار لها، يعني ينتظر الشخص يمكن أكثر من 20 سنة ولا تحل هذه المشكلة. يجب أن توضع حلول، تحرر أراضي وتوضع حلول لهؤلاء الناس. الشيء الآخر البطالة. كثير من الشباب الكويتي قاعدين بلا عمل، يتخرج يقعد 3 سنوات 4 سنوات ينتظر وظيفة. لماذا ينتظر؟ لماذا لا يكون هناك ترتيب وتنظيم سوق تنظيم التعليم ويكون متناسب مع سوق العمل؟ شنو يحتاج سوق العمل؟ يكون مخرجات التعليم. هذه يجب أن تكون واضحة ويعني وموضوعة في خطط الدولة. الشيء الآخر كذلك موضوع، وهذا حقيقة يعني تكلموا فيه أكثر من شخص وكان مهم جدا، اللي هي وزارة الصحة. وزارة الصحة مع الأسف يعني صارنا 20 سنة على نفس المستشفيات، على نفس المكان، ما تغير شيء من 20 سنة. آخر مستشفى يمكن بس اللي هو مستشفى جابر بني قبل يمكن فترة. لذلك يجب أن يكون، وسأصر وسأتابع هذا الموضوع، يجب أن يكون هنالك مستشفى للمتقاعدين ومستشفى لوزارة الداخلية وفتح مزيد من المستشفيات، وكذلك تقديم خدمات أفضل في المستشفيات. الشيء المهم إخواني في الأخير، يعني المشاكل كثيرة، واللي يبحث عن مشكلة حقيقة يعني ما راح يتعطل، لأن هذه المشاكل موجودة ومزمنة من مدة طويلة. لكن إن شاء الله في هذا، إن شاء الله إذا وفقنا الله مع أخواني نكون إن شاء الله عون في تحقيق هذه القوانين التي تخدم المواطن. شكرا لكم جميعا.